معانا على التليفون كابتن حسام حسن نجم الاهلي المعار الى سموحه، واللي تقريبا خلاص بقى في سموحه خلاص رسمي. يا كابتن حسام مساء الفل. مساء الفل عليك قهيمة، ومساء الفل على الساده عامل ايه يا المشاهدين. هداف؟ والله الحمد لله، وحشنا قهيمة والله. وانت والله وحشنا، اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله، في نعمه كبيره الحمد لله. ممكن تشرحها لي؟ انا عايزك تشرحها لي. انت جيت الاهلي، حسام حسن هداف الدوري، وحسام حسن جامد جدا جدا، ثم ما حصلش نصيب. اول ولا تاني ماتش لو انا يعني فاكر كويس، جون في التاني، في جون في التاني في سموحة. ايه القصة بقى يعني؟ اشرح، فهمها لي وفهم الناس والنبي. بص، انا في البدايه انا بشكرك ايضا انك استضفتني النهارده مكالمه، عشان برضو الناس تعرف يا بنت على راسي من اشرح فوق، لهم. يا بيه على راسي من فوق، ده انت اللي شرفتني، اتفضل. حبيبي، في البدايه انا اولا انا الحمد لله الشرف كبير اللي انا انضميت للنادي الاهلي، ده حاجه كبيره بالنسبه لي، وكان حلم حياتي اللي انا كنت ارتبط باسم النادي الاهلي او الزمالك، والحمد لله حققت ده حلم كبير طبعا. انا رحت النادي الاهلي، وكان عندي حاجات كتير عاوز احققها، هداف دوري ومنتخب مصر، وخاصه انا اشارك في افريقيا باستمرار، وناخد افريقيا وبنلعب على بطولات كتير، والحمد لله كنت داخل وعامل تارجت لنفسي ان انا اعمله. فالامور ما مشيتش معايا في احسن حاجه، وكنت بتمرن وبعمل اللي عليا، فالامور برضو ما مشيتش. فكانت بقى رؤية الجهاز الفني، المدير الفني اللي كان موجود، كان ساعتها موسيماني هو اللي موجود. فهو بقى اضطر، انا ما اعرفش سبب الخلاف ايه او سبب اي حاجه كانت بتحصل، هو كان في لان خلاف ولا ما فيش وجهات اي نظر حاجه، فنية؟ هي وجهات نظر. انا لو كان في خلاف كنت هضطر بقى ان انا اطلع بره خالص اصلا، لان أنا في الفتره دي انا كنت موجود على سكه البدلاء، كان بقى كنت بنزل في اخر دقيقه او حاجه، كانت حضرتك مصر كلها كانت عارفه. فالامور دي حصلت لي حاجه نفسيه اصلا، الموضوع النفسي ده اصلا مهم في ان يكون لعيب الكوره ده او في اي مكان، انت بتشتغل في اي مكان، الموضوع النفسي ده مهم. فالموضوع ما كانش معايا احسن حاجه، حتى نفسيا ما كنتش، مش مستوايا، ما كنتش اصلا لما كنت بنزل مثلا ربع ساعة نص ساعة ببدأ ماتش، فما كانش برضو ده مستواي، ما كنتش عارف ايه السبب يعني. انا فاكر في ماتش من الماتشات كنت نزلت وخرجت تاني، او حصل حاجه كده اثرت عليك قوي، او نزلت في الثواني الاخيره لو المحلة، انا ماتش المحلة نزلت الصف، ونزلت برضو في ماتش فاركو اخر دقيقة. انا فاكر كل حاجة حصلت معايا يعني خلال السنة ونص، انا فاكر كل حاجة حصلت، وعارف الموضوع ما كان عندي احسن من كده بكتير، لان لو انا ما كانش عندي، ما كانش مستواي جامد، او ما كنتش هروح النادي الاهلي، لان طب دي ايه بقى، عكوسات يعني ولا انت بتصنفها ايه؟ ما هو الواحد برضه بيقعد يراجع نفسه. طب ما هو هي كان ايه بالظبط ده، اسبابها بقى، عكوسات يعني ولا ايه؟ ما هو السبب انا ما اعرفش، بس انا برجع اقول لك يا هيبه، ان لعيب الكوره المدرب جزء كبير من نجاح اي لاعب، المدير الفني. انا اشتغل مع اي مدرب تمريني وكل حاجه والتزام تمام، مفيش مشكله، بس هو الموضوع ساعات المدير الفني بيبقى في حته نفسيه بيديها لك، حسيت ان هو يعني كان ساعتها خلاص موسيماني ما كانش متواصل معاك بشكل او باخر، يعني ما كانش بيتكلم معاك، مش ولا انت عارف، حاسس انه في حاجز نفسي ما بينك وما بينه، هو مش حابب حسام؟ انا ما اعرفش اصلا، لان انا كنت صفقه جديده، يعني الصفقه الجديده ده طبيعي انك بتلعب وياخد عشان فرصه. تشوفك، انما دلوقتي انا مشيت، واصلا الناس معظمها تقول انا ما خدتش فرصه، ويجيبوا لي المشاركات بتاعتي، انا اصلا ما لقيتش الا كام ماتش معدودين على الصوابع، والمشاركات بتتحسب ان انا شاركت دقيقه، شاركت نص دقيقه، بتتحسب مشاركات. فتيجي تقول لك انا جبت في المشاركات 4 اجوان، ماشي 4 اجوان يا جماعه، انتوا لازم ترجعوا وتشوفوا المشاركات بتاعتي دي كانت كام دقيقه، كانت ما اعرفش الكلام ده كله، خلي بالك مطلوب يا هيما. انا بس افتكرت الناس دلوقتي في ماتش من الماتشات انت نزلت فيه في الثواني الاخيره، ما لحقتش تلعب لك دقيقه كان ولا دقيقتين بالظبط والحكم بالظبط، صفر. وفي النادي الاهلي لان هو نادي كبير وشعبيه كبيره، بتتحاسب على كل حاجه، برافو عليك، صح، بتتحاسب على كل حاجه، الجمهور وانا عارف كل ده، بيحاسبك على النفس. وكل ده على راسي يعني، انا عامل حساب للكلام ده كله، كل ده على راسي، وانا كان نفسي اصلا العب واكسر الدنيا، وعشان انا كنت حابب كده،
يعني انا كان نفسي عندي حاجات كتير عاوز احققها. فالامور لو انا كنت سبت نفسي يعني في شهر واحد اللي فات، لو انا كنت سبت نفسي كنت هبقى كده بقالي سنتين بعيد. يعني انا لازم اكون موجود فالحمد لله يا انت اللي طلبت من الراجل تخرج ولا هو اللي قال لك؟ انا اللي طلبت يا ما. لان كان في كذا عرض وكان في كذا كل يعني اخبار ان هي بتنزل، ان انا مضيت هنا، ان انا ده انا مشيت. انا في مره من المرات يعني زي اليومين دول من شهر 7 اللي فات قبل الموسم ما يخلص، حسام حسن مضى في نادي كذا، حسام حسن عرن نادي كذا، وانا ما اعرفش حاجه عن المواضيع دي. ما اعرفش الاخبار دي كانت بتطلع منين، انا ما كنتش اعرف حاجات كتير. فانت كنت لازم تتاثر نفسي الحاجات دي كلها. يعني بس الحمد لله الواحد قدر ان هو يطلع. ده ماتش فاركو اللي انت نازل فيه في اخر ثانيه، انا ما اعرفش انت نازل وانت بتعيط ولا نازل كنت بتمسح عينيك، ده كان ايه بالظبط؟ بص انا نازل متاثر يعني طبيعي، يعني النتيجه صح بعض. يعني اللي احنا شفناه ده انت كنت يعني بتعيط. مخلص الماتش بدري. يعني مخلصينه يعتبر مثلا من الشوط الاول. كان 4-1 الماتش ده. انا كنت شايف نفسي ان انا اخد فرصه اكبر من كده، لان انا عاوز ادخل في الاجواء. ده طبيعي، انا معلش انا مش جاي من النادي بتاعي. عشان انا فكرت في كده، هو نادي الاهلي ما عندوش حسابات انك تلعب اساسي واحتياطي، ده طبعا. بس انا طبيعي انا شايف نفسي ان انا كنت عاوز العب واكسر الدنيا، ده حقي كلاعب. دي مش ده بالعكس، انا ده الناس تحترمني، ان انا مش بحب انا الدور اللي انا رايح التمرين جاي من التمرين. خلي بالك الحاجات دي بتتحسب، وانت اصلا اللعيب سمعه. كان نفسك تاخد فرصه مع كولر بقى بعد انت شفت كم من اللعيبه اللي اتطورت في الاهلي الفتره اللي فاتت عامله ازاي؟ طبعا طبعا، هو مدير فني كبير. وانا الحمد لله انا بدات فتره التعداد معاه كويسه جدا 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 ومع اللعيبه، وهو لانه هو اشتغل صح. لانه هو بدا السنه صح، هي سات لعيبه عملها صح. اللعيبه دي بتتصاب ليه؟ كل واحد ليه برنامج مع مدرب. ابتدى السنه صح بالظبط. وهو داخل عارف ان كان سبب ان البطولات دي بعدت عننا ليه في الاخر. في اخر الموسم ليه بقى؟ عشان الاجهاد يعني؟ اجهاد واصابات يعني حاجات كتير، هي اللي هو كان عارف السبب، فهو اشتغل علمي بقى، اشتغل علمي قوي. من الستارت. طب ما كانش الموضوع كده قبليه؟ لا انا ما اعرفش اللي كان قبليه، انا جيت ما كانش كده، ما شفتش ده. هو الراجل بس هو الراجل بصراحة مدرب ومدير فني ومعاه جهاز محترم. وبصراحة الكابتن سيد عبد الحفيظ برضه لازم اديله حقه، هو وكابتن سامي بصراحة هم محافظين ومحافظين على الفرقة صح. واللعيبة كلها رجالة. يعني تفتكر لو كنت كملت مع الأهلي كانت هيحصل لك حالة التطور اللي حصلت لثلاث ارباع لعيبه الاهلي ان لم تكن كلها يعني، وان هم ياخدوا فرص وبالتالي كلهم يتألقوا؟ تقريبا ما تقدرش تقول على لعيب واحد يا حسام بالزبط. ان هو لعيب تاني في الصف التاني او لعيب دكه، كل اللعيبه بتلعب تقريبا. دي حقيقه، لان هي بترجع هيما برضو شخصيه المدرب شخصيه قويه. دي حقيقه. هي شخصيه قويه، النهارده انت مش هتبقى موجود معايا مش هتبقى موجود معايا. هو صريح واضح. والصراحه بين اللاعب والمدرب بتريح. يعني انت النهارده انت هتلعب الماتش ده لان انا محتاجك في حاجات معينه. ايوه، هو دي الصراحه، والصراحه دي عامله مش محببه اللعيبه كلها في بعض. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. وانا ما كانش عندي شك، انا وانا طالع انا عارف ان الدوري وافريقيا وكاس الحمد لله انا شاركت فيهم البطولات كلها، وانا عارف ان احنا هناخد البطولات دي. لان انا عارف ان الشغل صح وكل حاجه صح وبدات صح. طب ما هو بعد الكلام اللي هم اللعيبه لا ما فيهاش كلام. الدوري واللي الجمهور جه عليها واللي ما هم دول يا جماعه، لازم الناس تعرف كده. هو الموضوع كان هو في الاخر حصل شويه مشاكل. فهي اللي ضيعت الدوري وضيعت الكاس. الحمد لله بدانا وخدنا البطوله، لان هو النادي الاهلي كبير. بس طب ده خليني اسالك بقى، مع كل الكلام ده والاحساس احساسك وده احساس اللعيب، خد بالك انا دايما بقول كلمه على الهوا لان انا وانت وكل لعيبه الكوره والناس فاهمينها، لعيب الكوره اصيع بالمعنى يعني الكويس، اصيع ما هو في المنظومه، بيعرف بالزبط. المدير الفني اللي قدامه مليان ولا فاضي، وبالتالي بناء عليه يبتدي يتعامل يعني.
فده اللي هيخليني، ده اللي هيخليني اسالك اما، وانك حاسس ان الراجل ده مليان، وحاسس ان الراجل ده بتاع يعني سيستم وعنده نظام وعنده شخصيه وعنده اسلوب علمي وعنده كل الحاجات دي، مش عايز ترجع تاني؟ ما تعرضش عليك ترجع تاني؟ طبعا انا انا طالع عشان ارجع تاني، انا طالع عشان اثبت للناس دي عكس اللي هم كانوا فاكرينه عنه، عن انا حسام، لان انا ده مش مستوايا. وانا كنت صريح مع نفسي يا هيما ان انا طلعت ليه الاعار، انا طلعت عشان يا جماعه انا ده مش مستوايا اللي انا جيت بيه النادي الاهلي اصلا. انا طالع عشان احقق حاجه. وبعدين يا هيما انا قضيت في صعوبات في الاعاره دي كتير كتير قوي. ليه بقى؟ لان الناس، انا طالع والناس اصلا ما عندهاش شك انه حسام، لا حسام كده خلاص بقاله سنه ونص بعيد، وحساسيه الاجوان مش موجوده، والفرقه اللي انا طلعتها مش نفس السنين اللي فاتت. اعتبارات كتير يا ايما الناس لازم تفهمها. ان انت اول حاجه لازم تتحداها، مش تتحدى مدرب، مش تتحدى، لازم تتحدى نفسك. انا دي كانت في البدايه، لان انا اخترت سموحه. هو مش نادي مش نادي جماهير بس، نادي كبير في الدوري. على مدار كذا سنه، انت لو هتبص للنادي الاهلي، نص اللعيبه سموحه، نص منتخب مصر سموحه قبل ما يروحوا النادي الاهلي. فانا اخترت النادي بتاعي اللي انا هقدر، انا هيخليني ارجع تاني وارجع بسرعه. طيب كلموك بقى في الاهلي عشان ترجع ولا لسه؟ ولا انت خلصت خلاص بيع نهائي ولا ايه الموضوع؟ بصراحه ما حدش كلمني بصراحه. انا طب انا كان معايا المهندس فرج عامر وقال ان انت خلصت بيع نهائي. انا طبعا انا تحت امر المهندس فرج، بس انا متأيد في النادي الاهلي، وانا شرف ليا ان انا اكون موجود تاني في النادي الاهلي. ماشي كده، انا فهمت ان انت عايز ترجع الاهلي خلاص، والناس فهمت ان انت عايز ترجع الاهلي بالظبط. يا هيما خلي بالك برضو، انا عندي كاس، الحمد لله شاركت 17 ماتش، انا جايب 8 اهداف، واحد كاس وسبعه دوري، وعمل 5 اسيست. يعني الحمد لله انا مشارك في 13 هدف. انا الارقام كانت بالنسبه لي، وانا طالع برضو لازم يعني لازم اقعد الفرقه في الدوري. ده مساعده الجهاز الفني واللعيبه، قبل ده كله ربنا طبعا. فالواحد كان عنده حاجات يعني كنت بتحدى نفسي فيها. فالحمد لله هو ربنا قدرني وقدر اللعيبه وقدر الاجهزه، الجهاز الفني، يعني الناس كلها تعبت. ولان نادي سموحه كان بيمر كمان بمشاكل هي بره عن اللعيبه وبره عن اي حد. بس لو رجعت الاهلي، لو رجعت الاهلي تقدر تبقى هداف الدوري الموسم اللي جاي؟ طبعا طبعا طبعا. يعني انا الحمد لله انا عارف، انا كحسام انا عندي امكانيات، انا واثق في نفسي. لان الواحد كان جبل باللي هو بيحصل فيه ده هيما، الحمد لله قدرت امسك نفسي. انا الحمد واضح ان انت تعرضت لضغوطات كتيره، وواضح ان انت مش عايز تتكلم فيها، وانا مش هخليك تتكلم فيها، لان انا عمري ما كنت الشخص اللي بيجبر ضيفه ان هو يقع في فخ او حتى يقول كلام هو مش عايز يقوله. انا بص يا هيما، انا لازم اكون واضح مع نفسي، واضح مع الناس عشان الناس تعرف. انا مش طالع، انا مش داخل حرب. انا مش بدخل حرب مع حد. انا راجل، انا صريح وبقول الصراحه، وبقول وما غلطتش في حد. اتعملت عليك ضغوط وبالتالي انت ما خدتش فرصتك كامله، وبالتالي الامور النفسيه فرقت معاك، وبالتالي بعدت خالص. انا دلوقتي لو كنت طلعت قلت ابراهيم فايق بره ما اعرفش ايه، بره كذا، الطبيعه هتتاثر، وانت اصلا موجود في المكان. التصريحات اللي كان بيقولها في المؤتمر الصحفي مثلا، انا ما اعرفش اصلا يعني الحاجات دي كلها. يعني مثلا ما عنديش مهاجم، يعني ايه ما عنديش مهاجم؟ ده انا بره خالص، كنت ببقى بره خالص واسمع الكلام ده. يعني ايه ما عنديش مهاجم؟ ده خلي بالك، ده دي لوحدها تقتلك نفسيا طبعا. وانا ما بلعبش يعني مش موجود في القايمه بتاعه الماتش، ومش ما هو طبيعي. وانا معلش يعني انت جايب لعيب يعني منين يعني عشان تيجي هداف، جايبه هداف والاهلي ما بيجيبش اي حد يعني. بالظبط، ده انا بلعب في النادي الاهلي. يعني انت لو هتبص على مدار كذا كذا سنه، هتلاقي محمد شريف، وهتلاقي حسام، وهتلاقي ناس لعيبه كويسه كتير. بس فهو الموضوع كان كده. الموضوع بقى انا هو بره الكوره، الحمد لله الواحد الحمد لله اثبت لنفسه واثبت للناس ان الكوره يا جماعه، الكوره مش عند هي الكوره للكوره. صحيح. اذا انت رغبتك الاولى والاخيره ان انت ترجع تاني النادي الاهلي، هل انت اللي هتتواصل معاهم ولا مباشره تنقل لهم رغبتك، ولا مستنيهم هم اللي يكلموك، ولا ايه القصه؟ ما هو لا، ما هم اللي يكلموني. لازم الاعاره تخلص بيكلموك يقولوا لك احنا هنجدد، انت هترجع تاني او انت مش هترجع تاني.
ما هو ما انا كنت ممكن اخلص النهايه في شهر واحد يا ايما، بس انا ما رضيتش. انا عاوز اطلع اعاره عشان انا عارف ان انا هرجع. ايوه انا عارف ان انا هرجع وعارف ان انا مستواي هيرجع وعارف. انما بقى موضوع انا الحمد لله ولا بقى ولا سوشيال ميديا ولا الجو ده خالص معايا يفرق معايا خالص، لان انا طلعت لعبت في اهلي طرابلس الحمد لله ما فرقه كبيره. ايوه جبت جوان وبتاع و10 اهداف وضغوطات وضغوطات يعني هو ايه يا جماعه؟ ده بالعكس ده الضغط ده بيخلق منك شخصيه جامده. صحيح صحيح. انا بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن حسام والله، ومبسوط بالروح اللي عندك ديت، مبسوط تقديرك واحترامك للناس رغم حاله الضيق اللي ممكن تكون اثرت عليك من الناحيه النفسيه، الا انك عارف قيمه الاهلي وعارف قيمه جمهور الاهلي طبعا وفاهم ده كويس، وكلامك انت محاسب عليه حتى كمان، وفي نوع من انواع الاحترام الكبير. فبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، اي ما يكون الوجهه بتاعتك وايا ما يكون مستقبلك ان شاء الحمد الله. لله. ايمن انا بس انا عاوز اقول كلمه واحده بس، انا بشكر اتفضل. ربنا وبشكر المهندس فرج اللي هو امن بحسام ان هو يقدر يحطه تحت المسؤوليه دي ونقعد الفرقه في الدوري بالمشاكل اللي عدت دي كلها. صحيح. وبشكر الجهاز الفني الكابتن طارق العشري اللي انا اشتغلت معاه الفتره اللي فاتت، والكابتن احمد سامي غنى يعني انا ما اقدرش اتكلم، وهو صحيح. لان الناس كلها عارفه العلاقه اللي بينه وبين الكابتن احمد والجهاز. وبشكر الجهاز الطبي والجهاز الاداري وبشكر العمال واللعيبه الرجاله اللي هي قدرت تعدي بالمشاكل بتاعه النادي السنه دي، لان الحمد لله قدرنا نعدي المشاكل ونعديها بشكل كويس، وبشكرهم كلهم وبشكر الرجاله. والحمد لله الحمد لله اللي احنا لقينا موسم كويس الحمد لله. وانا كمان بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حسام، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكرك حبيبي شكرا ايما جزيلا، وربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام حسن نجم الاهلي المعار الى سموحه.